لي معكم ايها الاخوه في هذه الخطبه كلمتان. الكلمه الاولى عن ما يجري في بلادنا هذه في هذه الايام حتى كدت اقول اي مجتمع نحن هل نحن مجتمع مسلم ام نحن مجتمع نصراني ما هذا الذي يجري في المحلات التجاريه وفي شوارع الدوحه من الاحتفالات بما يسمى عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح عليه السلام، أو ما يسمونه الكريسماس، كأننا في بلد أوروبي مسيحي. طيب لا نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بعيد بعيد الكريسماس، نقيم شجرة الميلاد أربعة أمتار وخمس أمتار، تقيم ذلك محلات. تنتسب الى عائلات مسلمه معروفه من الى الاسلام ما هذا هذا معناه الامه بتتنازل عن شخصيتها الاسلاميه الاسلام يحب ان نظل متميزين باسلامنا هم يحرمون علينا بناء الماذن لازلنا في الاسبوع اللي فات متكلمين عن هذا الامر بناء الماذن حرموه علينا ويوشكون ان يحرموا بناء المساجد واحد واربعين في الميه ممن جرى عليهم استطلاع في فرنسا يعني يمنعون بناء المساجد وسبعه واربعين يمنعون بناء المساجد والماذن حتى المساجد هل يستطيع المسلمون في اوروبا وفي امريكا وهم ملايين في بعض البلاد ان يحتفلوا برمضان والاعياد في وسط هذه المدن كما يفعل بعض الناس في بلادنا في داخل مدننا الاسلاميه العربيه في الجزيره العربيه هذا مع معقول ما الذي حدث لهذه الأمة، أنا أنادي هؤلاء التجار من أجل ما مكسب ما يعني بيعمل هذا عشان يكسب، هذا يعني اللي عايز يشتري جاي هيجي ياخذ من غير ما تعمل هذا، لماذا تظهر الاحتفال بدين غير دينك في الوقت الذي يجورون علينا في الوقت الذي يمنعوننا فيه من إقامة شعائرنا من بناء مئذنة جميلة الصورة تعتبر من المعمار الرائع الجميل حتى من غير مسألة الناحية الدينية أحببت أيها الإخوة أن أبلغ رسالتي وأنذر قومي وأقول لهم هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق وهذا يدل على غباء في معاملة الآخرين وعلى جهل بما يوجبه علينا الاسلام في هذه القضيه القضيه الاخرى انا اقول فيها كلمه قصيره اوباما خد جائزه نوبل للسلام ولا ادري لماذا اعطوه جائزه نوبل للسلام ما الذي حققه السيد اوباما حتى يستحق جائزة السلام، لا حدث سلام في العراق، ولا حدث سلام في أفغانستان، ولا حدث سلام في الصومال، ولا حدث سلام في أي بلد، حتى لم يستطع أن يلزم إسرائيل بإيقاف الاستيطان وسحب الجنود بعض الجنود من العراق ليوصلهم الى افغانستان يعني من حرب الى حرب من سفك دماء الى سفك دماء ولم تزل الدماء تسفك في العراق ولم تزل الدماء تسفك في افغانستان واضيف اليها باكستان واضيف اليها اليمن واضيف اليها السودان واضيف اليها ما اضيف العالم في حرب يغلي فعلام ياخذ السيد اوباما جائزه